الحاج جاجي معنا عافاك. اذا تحيه طيبه للمتتبع قناه شوف تيفي من خلال هذا المباشر. حنا تتواجدوا في عين ابينو تبع الجماعه اهديل اقليم شيشاوه اي تهادي اقليم شيشاوه باش نتحدثوا على يعني العين. تيقولوا بانه الناس هنا جفات. هذا مستمر يعني معنا اليوم في المباشر واحد المستمر من الجماعه وغادي تحدثنا على التاريخ كذلك والسبب شنو ما تنقص هنا في العين. تفضل الشريف. اولا مرحبا بكم. المشكله اللي عندنا في المنطقه هنا انه تزاد هذه الفلاحه وتزادوا بزاف ديال الابار اثروا على العين، زيد عن ذلك حتى الجفاف وقله الامطار حتى هي. ولكن المنطقه كانت العين كان عندها واحد الصبيب ديال 600 لتر في الثانيه، دابا راه وقفات ما بقاش فيها ولو لتر واحد في الثانيه. هذا هو المشكل اللي عندنا. دابا الساكنه هنا المنطقة كتسقى فيها واحد 1500 هكتار، دابا كلهم دابا المنطقة راه أصبحت جافة ولا لا يلاه. وشنو هو السبب؟ السبب هما الأمطار. السبب راجع للمناخ، السبب راجع لقلة الأمطار، السبب راجع للتبذير في المياه بالأخص هذا الشيء ديال الدلاح وهذا الفارم الكبار اللي كيستنزفوا بزاف ديال الماء. هذا هو السبب. نعم بينك تحدثنا شي شويه على تاريخ ديال المنطقه، يعني كيفاش كانت المنطقه قبل؟ المنطقه من قبل انا في العمر ديالي دابا 65 سنه كنا كنعيشوا، كان الواد هنا فيه الحوت، الواد فيه الحوت، فيه الصنور، بزاف ديال الطيور المهاجره كتجي لهنايا. كان عباره هنا على 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 نعم مسمي هذه المنطقه اصلا شيشاوه بحيره الطيور. دابا تم الطيور ما بقات في المنطقه انقرض. نعم. يعني وشنو هو النداء ديالكم ولا الرجاء ديالكم من خلال هذا المباشر؟ يعني سنوات انتم تتعانيوا تتقول بانه الضياعات الفلاحيه كانت سبب ديال استنزاف الفرشه المائيه ديال المنطقه. انا ما نقدرش نقول لك سنوات. هذا الشيء وقع من 2010 لدابا ولهذا الجهه. يعني 10 سنين. اما من قبل كانوا السنوات اللي كان عطى الله الماء وسميتو هذا الشيء نظرا لقله الامطار والاستنزاف بزاف ديال الفرشه المائيه. الفرشه المائيه من طرف بعض الفلاحه اللي في سميتو. نعم. يعني ديما باقي مستمرين في هذا المباشر معنا شاب اخر اللي تا هو من المنطقه. اجي السي محمد شريف من الفوقيه. الشريف تفضل سيدي تفضل. سي مصطفى تفضل. يعني شنو المعنى ديالكم هنا في المنطقة سيدي؟ على عين مرحبا بكم مرة أخرى. معكم نعيم مصطفى ابن المنطقة وفي عيد الجمعوي. اليوم كتواجدوا بعين اللي هي عين أبينو اللي متواجدة في عملة إقليم شيشاوة اللي تابعة إدارية لجامعة أيد هذه قيادة شيشاوة. اليوم المعاناة ديالنا كما قال الحاج في المداخلة الأولى هو أن غتبدا تقريبا من 2010، وبالتالي هذه العين راه كتغطي تقريبا 1700 هكتار فيها جوج جماعات. 1700 هكتار. 1700 هكتار. نعم. جوج جماعات. نعم. جماعة أيد هذه وجماعة سيدي بوزيد. نعم. على حسب الإحصائيات ديال 2014 كتواجدوا بأن عدد النسمة ديال جماعة أيد هذه ولا ديال سيدي بوزيد تقريبا شي 9000 نسمة، أي 1800 نسمة. اليوم كتعتمد على هذه العين من اجل السقي، وبالتالي ان 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 هذه العين هذه راه هي المورد الرزق ديال هذه الساكنه ديال 1800 ساكنه. هذه العين هي المورد الرزق ديالها ديالهم كاملين، وبالتالي هذه العين بهذه الطريقه باش كتمشي دروك وهذه الطريقه باش وهذا النضوب ديال الصبيب ديالو راه ممكن انه يؤدي الى الهجره ديال الساكنه، لان الساكنه الا ما لقات ما تاكل هنايا وكتعتمد على هذه العين من اجل الفلاحه ديالها المعيشيه، راه ممكن ان الناس يقلبوا على الحلول الفرضيه ومن بينها الهجره. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه ان هذه العين غتبدا تنقص تقريبا من 2010 كما قلت. حنا ما عمرنا كنا ضد الاستثمار، ما عمرنا غادي نكونوا ضده، لكن هناك فرق بين الاستثمار والاستنزاف. اليوم حنا اليوم هذه المزروعات اللي متواجده حاليا بكثافه بمحيط العين هي تستنزف الفرشه المائيه بشكل كبير.
اقل واكد عليها انها تستنزف الفرشه المائيه بشكل كبير، لان اغلبيه الفلاحه كيعتمدوا على بعض المزروعات التي تستنزف الفرشه المائيه، وماشي غير وماشي غير العين افينو اللي متضرر من هذه المزروعات، بل الاقليم ككل، لان الاقليم يشهد ازمه حقيقيه من ناحيه الماء، سواء في ايميتانو، سواء في تولوكول، سواء في الفجار، سواء في ايمين دينيس. مجموعه من الجامعات اليوم كتعاني بشكل كبير جراء هذا الاستنزاف ديال الفرشه المائيه. حنا كما قلت ما عمر شي واحد غادي يبغي البطاله لبلادو، نعم كيقولوا ما عمر شي واحد غادي يترجى البطاله، ولكن نطالب القطاعات المتخصصه، نطالب الحكومه، ونطالب الدوله والقطاعات المتدخله، وهذا عين ابينو راه يتدخل فيه مجموعه من المتدخلين، راه فيه الناس ديال الماء وفيه الناس ديال البيئه، لانه نهار يتقطع هذه العين راه تكون كارثه بيئيه، لان كما قال الحاج راه عندها تقريبا اشجار ديال الزيتون عمرها 100 سنه، قرن من الزمن وما يزيد، عندنا اشجار ديال الرمان فيه العشرات من السنين، وبالتالي هاد العين اللي فاتت تقطع راه غتكون كارثه بيئيه. هاد العين مره اخرى هو المتنفس الوحيد في وسط الاقليم، اقول واؤكد عليها، نعم. هو المتنفس الوحيد في وسط الاقليم. السؤال تنعرفوا بان هاد السنوات ما كانش امطار قويه، باش نتفاهموا، ما كانش امطار قويه، وكانت بطبيعه الحال ان الفرشه المائيه تقل فيها المياه بصفه كبيره. انا انا انا, أنا متفق معك، انا الازمه ديال العين ابينو في اتجاهين، نعم. في ازمه بشريه تدخل البشر فيها وعطيت نموذج على الضيعات الفلاحيه، وكاين ازمه يعني مشكل قضاء وقدر ديال الجفاف وديال المناخ اللي هو شي بصراوي. حنا ما مختلفينش على هذا الشيء، ولكن انا كنقول لك بان المغرب مرت عليه مجموعه من سنوات الجفاف منذ السبعينات والثمانينات والتسعينات، راه الناس اللي كبار في العمر غادي يعرفوا هذه المسائل، هم عمر ابينو تلقص النضوب ديالهم. انا كنقول الجفاف يؤثر على الفرشه المائيه، ولكن ما بانش عندنا حنا بشكل ملموس الا بتواجد هذه الضيعات الفلاحيه، خصوصا الضيعات الفلاحيه فيها صنفين، هناك الصغرى وهناك الضيعات الفلاحيه الكبرى التي تستنزف الفرشه المائيه بشكل كبير. نعم، شنو المطالب ديالكم بالنسبه للخصوص هذا الحل؟ الحلول كاين شي حلول ولا ما كاينش حلول؟ حنا عندنا واحد التجربه، وعندي قرار عاملي ديال عامل اقليم سوره، راه غادي نعطيه لكم. قرار عاملي هو في المستوى وجد متقدم بشكل كبير، يعني في هذا العام اللي كان دروك السيل. لا انا نعم. جاي لك النقاش. عندنا واحد قرار عاملي ديال عامل اقليم سوره كيخرج به وكيمنع المزروعات التي تستنزف الفرشه المائيه. حنا القرار الاول هو لماذا ان هذا القرار اللي صدر السيد عامل ديال اقليم الصويره، ان هذا القرار يجي ونطالبوا به انه يكون في وسط اقليم شيشاوا، انه يكون قرار عاملي على اساس مانع المزروعات، كل المزروعات التي تستنزف الفرشه المائيه بشكل كبير. هذا حل من الحلول. الحل الثاني هو ان الدوله في شخص وزاره الفلاحه، وزاره البيئه، وزاره السياحه، راه باستطاعتهم انهم يبلوروا حلول معينه لهذا العين، لانهم يمتلكون خبراء ويمتلكون تقنيين وعندهم اساتذه وعندهم كذا، هما اللي ممكن يجيو ويشاركوا المجتمع المدني ويشاركوا الساكنه ويشاركوا الفاعلين الجمعويين على اساس بلورات حلول 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 ناجعه. حنا ما عمرنا كما قد اؤكد عليها، حنا ما عمرنا كنا مع البطاله، حنا دوزنا البطاله وعشنا فيها وعرفناها وعرفنا بحقيمتنا، ما عمرنا قدرنا نقولوا لشي واحد ما تمشيش ما تخدم، عمرنا قدرنا نقولوا لشي واحد نحرموه من مورد الرزق، ولكن نطالب ان الدوله تقنع الفلاحه وتهبط عند الفلاحه ودير لهم حملات حسيه من اجل حدهم باش يقلبوا على الزراعه بديل التي لا تستنزف الفرشه. واخا السؤال ديالي واش كاين شي مراسلات ولا ما كاينش شي مراسلات؟ حنا كاينين مراسلات، ربما راه كاينين اصدقاء عندهم مراسلات كثيره، راسلنا مجموعه من القطاعات، درنا وقفات احتجاجيه قدام العماله، يعني درنا طرقنا البيبان. وهذا الوضع اللي وصلنا ليه راه ربما من 2017 وحنا كندقوا الناقوس الاخضر، كنقول لهم اودي راه الا ما تدخلتوش في هذه الفتره راه ابينو راه ممكن يمشي في الاتجاه ديال الكارثه البيئيه حقيقيه. صافي، خليك في هذيك. اجي سيدي تفضل، اجي اخويا. يعني حنا مع بعض الساكنه اللي هنايا تحدثنا على مراسلات، تحدثنا انه الامطار، تحدثنا على ضيعات، يعني في نظركم انتم في عينكم، يعني في نظركم كساكنه كمجتمع مدني ولاد المنطقه اشنو المستقبل؟ معكم سعيد قاسي من جامعه الاتحادي.
المستقبل كما قال السيد اللي قبل مني انه راه ولينا بينا نديرو هجره قرويه، راه هذا هو الحل بالنسبه لنا حنايا، حيت ان دوك ما كاين حتى شي حل من غير الهجره. ومن هو هذا شنو هو؟ ولا حاجه وحده اللي سميتو اللي حنا طالبنا بها وما تحققاتش، هي انه كنا نسقنا مع السلطه انه يمنعوا لنا دوك الابار العشوائيه، حيت ما عندهمش اصلا ترخيص، وهاد الابار اللي محفورين في لوزون ديال الابين اللي ممنوع فيها الحفير. ولكن باش ملي كان حنايا صدقنا حنايا اللي مراقبين العين، لانه كنمشيو نمنعوا الصنده من الحفير، كنرجعوا للدار السبت والحد كيرجعوا لنا الصندات كيحفروا. يعني السبب مناش، يعني علاش غادي يوقع هذا الشيء هذا؟ يعني السبب الرئيسي منين وقع؟ راه وقع من هذه النقطه هذه. واش يعني السلطه عندها واحد القوه انها تمنع هذا السيد هذا ما يجيش يحفر؟ ماشي انا كجمعيه نجي نخرج الصنده من لوزون كنجي كنرجع للدار باللي كنتلقى اتصال اجي راه رجعت نفس سميتو. يعني حتى السلطه ما تعاونش. ولكن الابار يعني تيخرجوا بانه تنعرف بانه الابار يعني ما تتعطى الترخيص ديال الحفر ديال الابار الا وتيكون بانه واحد الدراسه بانه المكان يعني عامر من الماء، يعني المكان عامر بالماء، كاين الماء تبارك الله. ولكن في عين ابينو عنده واحد سميتو واحد الخطاطه ديالو، واحد الوزون منع فيه الحفير. والمشكل الاكبر انه هاد البؤر ديال البيار اللي كاينين في لوزون ديال بعين ما عندهاش ترخيص، ولا نقول لك واحد 80% ما عندهاش ترخيص. هذا هو المشكل. يعني شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا حنا راه سميتو يعني سميتو الصوت ديالنا بينه يوصل لجلاله الملك. نعم. انه يدير لنا يعني هذا الموروث السياحي، الموروث السياحي القديم ديال عين ابينو خصها ترجع كما كانت. من طبيعه الحال يعني تقوم وزاره الفلاحه والمياه والغابات حتى هما يتدخلوا باش يديروا شي دراسه باش يعرفوا شنو السبب ديال يعني استنزاف الفرشه المائيه هنايا. هذا هو الطلب ديالكم، وبان ترجع الحياه لمجاريها. يعني العين تنشوف تبارك الله انا منطقه سياحيه فلاحيه بجوج، ماشي حتى فلاحيه، يعني سلاحيه. على العموم حنا غادي نقوموا بواحد الزياره لا سميتو العين باش نقربوا منها المواطنين، يعني تيطالبوا باش يشوفوا العين. غادي نمشيو حتى لحدا العين باش يشوفوها. حنا دائما هنا في عين ابينو جماعه ايت الهادي باش نقربوكم باش تشوفوا العين. حنا دائما تشوفوا الوادي يعني نشف ما وقعش، وهذا الاسباب ديالو الامطار واستنزاف الفرشه المائيه كما تيقولوا بان الضيعات هنا، ظهور ضيعات وصيرت انه ثقب تيقولوا بانه ما كان في مضال العين كما تيقولوا، يعني ضيعات فلاحيه في مضال العين. وحنا في العين الان، هذه منطقه سياحيه، وباش نعرفوا باش ناكدوا واحد النقطه بانه المناطق تتكون فلاحيه وسياحيه في نفس الوقت يعني قليلة في المغرب، يعني ما كاينش عفاك اللي يكون يكون الناس مجموعين. يعني تتشوفوا بانه كاينش الماء، يعني مستوى الماء قل بشكل كبير هنايا كما تتشوفوا من خلال هذا المباشر. هذه منطقة سياحية كما تتشوفوا. احنا تنتواجدوا في العين الان. احنا في العين كما تشوفوا كانت في المستقبل العادي انه هذا الماء تيكون مرتفع، يعني واحد النسبه كبيره ديال الماء، يعني كانت هذه المنطقه تتكون عامره بالماء، حتى انه العين كما تشوفوا من خلال هذا المباشر، خلال هذا المباشر يعني تيقولوا بانه هذه العين تتكون عامره كلها هي بالماء كي تشوفوا من خلال هذا المباشر. نسبه المياه انخفضت بشكل كبير، وكان السبب ديالها هما يعني الضيعات الفلاحيه والابار، حفر الابار هنايا. على العموم هذه رساله لمن يهم الامر، تحياتي لكم، شكرا لكم متابعي قناه شوشيا من خلال هذا المباشر من عين ابانو بجماعه ايت الهادي اقليم شيشاوه، تنحييكم، شكرا على المتابعه.